وبالمقابل ترى فرق المعارضة أن الإصلاح الذي جاء به رئيس الحكومة يتم بدون عرضه للنقاش مع النقابات والأحزاب السياسية والمعنيين بالتقاعد، وبالتالي فإنها تحاول بحسب المعارضة فرض وصفتها على الجميع في ظل إغلاق باب الحوار الاجتماعي. لها أن لما كنتكلموا على التقاعد لابد أن نتكلم على الناس اللي اليوم عندهم كيخلصوا يعني هذيك الرجوان ديالهم في التقاعد، والناس اللي ما عندهمش تقاعد، اللي ما عندهمش رؤية للتقاعد، يعني 60% ديال المواطنين والمواطنات المغاربة اللي كيخدموا حتى 60 أو 70 سنة وما غاديش يوصلوا لهذا التقاعد. شنو هو الحل اللي غنقدروا نعطيوهم؟ هذا كيف ما تعرف الجميع، ما يمكنش حتى واحد يختلف اليوم في المغرب على ضرورة الإصلاح ديال صناديق التقاعد، ولكن احنا عندنا خلاف مذهبي مع الحكومة حول المنهجية اللي اعتمدتها في هذا الإصلاح، لأنه ما يمكنش الحكومة تجيب وحدها وتفرض واحد الوصفة ديال الإصلاح كيف ما هي بغات وتفرض على الأجراء والموظفين والعمال المغاربة، وبالتالي ما يمكنناش نتصوروا إصلاح. أولا ما فيهش نقاش، ما فيهش تشاور مع النقابات، ما يمكنناش نتخيلوا واحد الإصلاح اللي سادين فيه باب الحوار الاجتماعي، وبالتالي ما يمكنناش نرهنوا غدا واحد المستقبل ديال واحد الفئة اللي ساهمت في التطور البلاد في جميع المجالات أنها تخدم سنوات أكثر، أنها تؤدي مساهمات أكثر ويجيها معاش أقل. احنا عندنا أفكار في هذا الموضوع، ولكن اليوم كنطرحوا مسألة المنهجية. اليوم الحكومة ما يمكن لها تجيب وحدها وتجيب واحد الوصفة وتفرضها عن طريق الأغلبية اللي عندها على مستقبل ديال الأجراء والعمال المغاربة.